عسل الغابة ليش ما له ريحة؟ نعم، شوف، ريحة العسل، ريحة الزهرة يكون في أعصال الزهور الفاتح. هذا العنوان الفاتح، هذا من الزهورات، من رحيق الزهرة. هذا رحيق الزهرة مكتوب عليه عسل البرتقال وعسل الزهر فلان، عسل زهرة فلان، مكتوب في الأسواق. هذا فيه ريحة النبات لأنه يأتي من رحيق الزهرة. وأما عسل الغابة اللي لونه غامق أو أسود، هذا من الغابات، هذا ليس من رحيق الزهرة، من الغابات. في الغابات كل أشجار الكبار، هذا من 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 سوائل الحشرات في أوراق الأشجار، أو من المن، أو من سوائل الحشرة، أو من سوائل الموجود داخل الشجرة، من هذا السوائل، ليس من الزهرة. ولذلك هنا ما في ريحة الزهرة. وهذا العسل الغابات كلها معادن، كلها معادن. وعسل الزهورات اللي فيها ريحة، هذا كله فيتامينات. فلذلك واحد لما ياكل العسل او يعطي لاولاده، مره يعطي من الزهورات ومره من الغابات، حتى يعطيك الفوائد اكثر من الفيتامينات والمعادن.